عشان نكريت اوبجكت في جافا سكريبت عندنا 3 طرق اساسيه كده او 4 طرق ممكن تقول، مش هتفرق معانا قوي، لكن عموما نكريت اوبجكت بشكل مباشر. يعني في عندنا الطريقه الليترال اللي احنا اتكلمنا فيها في الاول خالص، ان انت تقول ليت يوزر بيساوي اوبجكت، تفتح القوسين بتوع الاوبجكت وتشتغل، مفيش اي مشكله خالص. او ان احنا نستخدم الفاكتوري، والفاكتوري زي ما انت شفنا في الفيديو اللي فات ازاي بنكرييت الاوبجكت عن طريق الفاكتوري فانكشن. بعد كده هنتعلم في عندنا حاجه اسمها الكونستراكتور فانكشن، ودي هنقف عندها شويتين 3 4 5 6 لانها مهمه لغايه كبيره جدا، مهمه قوي 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 وهنستخدمها كتير. بعد كده عندنا الكلاس، نقدر نستخدم الكيورد اسمها كلاس عشان نكاريت من الكلاس ده، بعد كده نعمل كلاس ونكاريت منه الاوبجكتس اللي احنا عاوزينها نتعامل معاها بعد كده عن طريق الكيورد، برضه نفس النقطه الكيورد اللي هي بتاعت نيو بتاعتنا. المهم في عندنا اكتر من طريقه، 4 طرق اهم معاك، الليترال الفاكتوري الكونستراكتور. نفس القصه هنعملها ان شاء الله، ممكن يكون عندنا كلاس اسمه بيرسون وهنشتغل بالفاكتوري في الاول، وبعد ما نشتغل بالفاكتوري ان شاء الله في الفيديو ده هنروح نشتغل بالكونستراكتور. يعني الفيديو ده مينلي بيركز على الكونستراكتور، لكن هننطلق من الفاكتوري للكونستراكتور. ادي بيرسون، البيرسون جوه نيم وبيرث دي بيرث يير وجنتر وكالكوليت ايج، ده البيرسون تمام كده. جواه بقى اقدر اخد من البيرسون ده نسخه لجون ونسخه لميري ونسخه لستيف، فيهم نفس البروبرتيز، هي البروبرتيز النيم والبيرث يير والجندر، وفيهم الميثود اللي اسمها كالكوليت ايج كلهم، لكن كل واحد فيهم بالبيهافير بتاعه او بالسلوك بتاعه او بالداتا بتاعته. تعالى كده نكتب الكود عشان نقدر نستوعب اللي احنا بنتكلم فيه ده. هنيجي هنا ادي الامبو جي اس فاضي خالص اهو، عاوزين نقول له ليت او كونست المره دي. خلينا نقول له فانكشن اللي احنا قلنا هنشتغل بالفاكتوري فانكشن، فانكشن يوزر، اعتبر ان الموضوع ده مراجعه على الفيديو اللي فات. وبعد كده اقول له ريتيرن الجزء الاولاني ده يعني، وبعد كده اقول له نيم، لان احنا هنعمل نفس الكلام ده بالكونستراكتور فانكشن. بعد كده هقول له هتيجي النيم، النيم ده جاي منين؟ جاي من المتغير بتاعي. وبعد كده ايميل، فقط ايميل كفايه. بعد كده اقول له ايميل قيمته الايميل اللي جاي لك. وبعد كده هقول له جيت نيم مثلا بالشكل ده بيساوي فانكشن، والفانكشن بتاعتي هي ريتيرن الاتي، هي ريتيرن التمبلت ليترال كده، اقول له ذيس از يور نيم، ذيس از يور نيم. ممكن اقول له بقى النيم بتاعك اهو الذيس دوت نيم، قلنا ذيس هنا بتعود على الاوبجكت بتاعنا اللي هو ده اللي احنا بنعمل له ريتيرن. جميل جدا زي الفل. تعالى عشان نستخدم ده ونكريت منه اكتر من يوزر، فهقول والله ليت يوزر 1 بيساوي، او ليت هو كاتب لك ميري بالشكل ده بيساوي يوزر، وبعد كده هتمرر الاسم بتاعك، وبعد الاسم هتمرر الايميل ميري ات جيميل دوت كوم بالشكل ده. وبرده لو عاوز تمرر هنا عندنا ستيف مثلا، وادي ستيف، وادي يا سيدي ستيف بالشكل ده. حلو جدا. لو احنا حبينا نعمل لوج هنعمل كده، هقول له لوج لمين؟ لميري، ولوج لستيف بالشكل ده. تعالى نروح للبراوزر بتاعنا نجيب هنا ونعمل، راح عمل لي لوج لستيف ولوج لمين؟ لميري. لحد كده مفيش ادنى مشكله خالص، وده اتعلمناه وقلنا ان دي طريقه الفاكتوري. انا مش عاوز استخدم الفاكتوري بالشكل ده، انا عاوز استخدم حاجه اسمها كونستراكتور. نركز كويس قوي في المسميات عشان دي بتتسال فيها في انترفيو وتلاقي نفسك عارفها وانت اشتغلت بيها بس مش عارف تجاوبها لانك مش فاكرها اصلا. الكونستراكتور فانكشن، ايه الكونستراكتور فانكشن دي؟ هعمل كومنت على الكلام ده كله وارجع كده براها، عاوز اعمل نفس الكلام ده بس من خلال الكونستراكتور. الكونستراكتور بتبقى فانكشن وبعد كده بتسمي اسم الفانكشن بتاعك، بس ركز اسم الفانكشن اول حرف بيكون كابيتال، فاحنا هنسميه يوزر بالشكل ده. تمام تمام وزي الفل. وبعد كده برضو فانكشن دي هتاخد النيم وهتاخد الايميل عادي جدا. جوه الفانكشن نركز بقى، نيجي نقول له ذس، بعد كده اقول له ذس دوت نيم هيساوي النيم، بعد كده اقول له ذس دوت ايميل هيساوي الايميل. عاوز تقول لي ان ده هيبني لي اوبجكت؟ هتقدر تبني من خلاله اوبجكت بشرط. ايه هو الشرط؟ تركز في السنتكس عشان تعرف. لو انا قلت له ليت يوزر 1 زي ما كنت بقول هناك بيساوي، ركز، نيو يوزر بالشكل ده. نيو يوزر دي
ركز هنا، بتخلي الذس تعود على الاوبجكت بتاع اليوزر اللي انت بتكلمه، بتخليها تعمل اوبجكت جديد وتخلي الذس تعود عليه. لو ما استخدمتش كلمه نيو، الذس بتعود على الويندو اوبجكت. هنشوف الكلام ده عملي. فهنا وليكن النيم الاول هيبقى مصطفى، والايميل بتاعه هيبقى mustafa@yerasoft.com بالشكل ده. تعال نقول له كده لوج المين ليوزر بالشكل ده. نرجع ادي لوج ليوزر 1، فقال لي انت عندك اوبجكت نوعه من نوع يوزر، وفي ايميل وفي نيم زي ما انت شايف كده. ممتاز. خلي بالكم احنا لحد دلوقتي في الاوبي احنا بنتكلم بس في الجافا سكريبت على فكره كرييشن للاوبجكت، ان انت تكريت اوبجكت فيه شويه بروبيتس وفيه شويه ميثودز. طب عاوز اعمل ميثود يا ريس، عادي جدا هتقول لي ذس مثلا جيت نيم، ماله جيت نيم هيساوي فانكشن اهي، ادي الفانكشن بتاعتك. هتريتيرن مين يا ريس؟ شوف هتريتيرن مين. اقول له يا سيدي باكتك اهي ذس از يور نيم، وادي اهو اقول له ذس دوت نيم بالشكل ده. عاوز تقول لي ان انت تقدر تستخدم الفانكشن؟ تعال الاول نعمل كده اد يوزر 1، فراح قال لي عندك فانكشن اسمها ايه؟ جيت نيم اهي بتاعتنا. طب تعالى نشغلها، اقول له دوت ها جيت نيم بالشكل ده. تعال نشوف، الاقي ذس از يور نيم مصطفى، لان انا مدي له اسم مصطفى. عاوز ارجع واحد تاني بقى هنا، اروح عامل كده اقول له يوزر 2 طبعا ما ينفعش ده ليت، اقول له ليت واقول له علي، واقول له هنا علي بالشكل ده. ولو انا جيت هنا قلت له يوزر 2 فهيقول لي اتفضل يا فندم ادي اليوزر 2، اسف جدا ادي اليوزر 2 بالشكل ده. This is your name علي زي ما انت شايف. يبقى احنا كده اتعلمنا كام طريقه، اتعلمنا الليترال اوبجكت، وتعلمنا الفاكتوري فانكشن، وتعلمنا الكونستراكتور فانكشن اللي احنا نقدر نعمل بيهم اوبجكت ونحط البروبرتيز بتاعتنا ونحط الميثودز بتاعتنا. وخدنا تو كونسبتس من الكونسبتس الاساسيين الخاصين بالاو بي، خدنا الانكابسوليشن وقلنا فكره ان انت انكابسوليت الداتا بتاعتك دي جوه القوسين بتوع الاوبجكت دول، في ده في حد ذاته انكابسوليشن، ان انت بتانكابسوليت او بتغلف الداتا بتاعتك از يونت كوحده. وخدنا فكره الابستراكشن او انك تبص على الكود بتاعك بشكل مجرد. في نقطه ثانيه في الابستراكشن وهي جزئيه ان انت تهايد اجزاء من الكود بتاعك عندك، دي برضه تندرج تحت جزئيه الابستراكشن، وبرضه تندرج حتى تحت جزئيه الانكبسوليشن. احنا هناخدها من جاست من مجرد المفهوم، وده اللي هنعرفه ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. لكن في شويه ديتيلز كده محتاجين نعرفها مع الاوبجكت، هنعرفها الاول الفيديو اللي جاي، وبعد كده نكمل الاوبجكت في الجافا سكريبت كخصائص خاصه بالاوبجكت يعني، وبعد كده نرجع ان شاء الله نكمل على الكونسبتس الخاصه بالاوبي. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.